بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة ياسمين مجدي وهنكمل مع بعض كورس محاسبة شركات الأموال. تمام، احنا كنا وقفنا المحاضرة اللي فاتت في ان احنا بدأنا نعرف ازاي نعمل القيود اليومية الخاصة بالكتاب في كتاب المؤسسين وكتاب المساهمين، واذا حصل ان تم الاكتتاب بالزيادة، وازاي نقدر نحط اكتتاب، ازاي لما يكون عندي اكتتاب مختلط جزء من الاسهم المطروحه الاكتتاب هيشتريها المساهمين المؤسسين والجزء الثاني هيطرح الاكتتاب العام. وقلنا الحاله ان هيجي لي اكتتاب بالزياده، يعني لما هطرح الاسهم الاكتتاب العام هيجي ناس تشتري الاسهم بتاعتي او هتشتري عدد اسهم اكتر من اللي انا طرحها الاكتتاب العام، وقلنا هناخد القرار ازاي ان احنا هنعمل رد للاسهم للمساهمين المكتتبين بالزياده. تمام، ده كان اللي احنا اخدناه لحد المحاضرة اللي فاتت. المحاضرة دي احنا هنكمل التمارين الخاصة بالجزء اكتتاب مختلط واكتتاب بالزيادة، وفي اخر المحاضرة هيكون في اسئلة صح وغلط تلخيص للنظري، والاسئلة دي مطلوب ان انتوا تحلوها من الكتاب كاسايمنت، وهنبقى في احد المحاضرات المراجعة هنبقى نحل الاسئلة دي مع بعض. تمام، هنبدأ دلوقتي نشوف التمرين بتاعنا وازاي نقدر نعرف اكتتاب مختلط واكتتاب بالزيادة نحل الأسهم فيه ازاي او نحل فيه قيود. التمرين الأول، في 1/1/2019 صدر قرار بتكوين شركة مساهمة مصرية برأس مال قدره 1,000,000 جنيه، القيمة الإسمية للسهم 100 جنيه. اكتتب المؤسسون في نصف عدد الأسهم وطرحت باقي الأسهم للاكتتاب العام، وقد تم الاكتتاب في 6,000 سهم، وقد قررت الشركة رد الزيادة للمكتتبين وتم إصدار الأسهم في 15/1/2019. المطلوب إجراء قيود اليومية لإثبات ما تقدم. 2، تصوير دفتر الأستاذ لحساب البنك. يبقى هو هنا طالب مني 2 مطلوب، المطلوب الأول قيود اليومية العادية اللي احنا بنعملها، والمطلوب التاني هو عايز يشوف تأثير المعاملات اللي حصلت على حساب البنك أو دفتر أستاذ حساب البنك. تمام، هنشوف ازاي هنبدأ نحل المسألة. عندنا اول حاجة بنعملها ان احنا بنرسم المثلث اللي اتفقنا عليه، المثلث اللي بيكون فيه رأس مال الاسهم وعدد الاسهم والقيمة الاسمية للسهم. قلنا رأس مال الاسهم بيساوي عدد الاسهم في القيمة الاسمية للسهم. انا ممكن اجيب ما احد، لو عندي معلومتين رأس مال الاسهم مثلا وعدد الاسهم، فانا اقدر اجيب التالت اللي هو القيمة الاسمية، او لو عندي عدد الاسهم والقيمه الاسميه اقدر اجيب راس مال الاسهم، ولو عندي راس مال الاسهم والقيمه الاسميه اقدر اجيب عدد الاسهم. هنراجع نقول ان راس مال الاسهم بيساوي عدد الاسهم في القيمه الاسميه للسهم، وعدد الاسهم بيساوي راس مال الاسهم على القيمه الاسميه للسهم، والقيمه الاسميه للسهم بيساوي راس مال الاسهم على عدد الاسهم. تمام، وقلنا ان راس مال الاسهم اللي انا بشتغل بيه هو راس مال الاسهم المصدر. يعني لو في المساله جاب لي نوعين راس مال، راس المال المصدر وراس مال المصرح به او المرخص، فانا بتعامل مع راس مال المصدر وبتجاهل تماما راس مال المصرح به. تمام، لان راس مال المصرح به ده هو اللي بيبقى موجود في العقد القانوني للشركه، وده اقصى حد لزياده راس المال بيسمح به القانون او عقد الشركه القانوني. تمام، فانا عندي في المساله هو مديني القيمه الاسميه للسهم ومديني راس مال المصدر، فيبقى عندي عدد الاسهم المصدره هتساوي راس مال المصدر اللي هو 1,000,000 على القيمه الاسميه للسهم اللي هم 100 جنيه، فهيساوي عدي عدد الاسهم هيساوي 10,000 سهم. طيب، يبقى نصيب المؤسسين عندي، انا عندي طريقتين اقدر اجيب بيهم نصيب المؤسسين، يا اما اقسم 1,000,000 سهم على 1,000,000 جنيه على اضربها في 50%، لان احنا قلنا ان هم بيكتتب المؤسسون في نصف عدد الاسهم المصدره، يا اما هقسم عدد او هضرب عدد الاسهم اللي هم 10,000 سهم في 50%. طيب، انا هنا قسمت ال 10,000 او ضربت ال 10,000 سهم في 50% عشان عندي اكتتاب بالزياده، فانا عايز اعرف الاسهم عددها قد ايه عشان اقدر اشوف عدد الاسهم الزايده قد ايه، لان هو مديني عدد الاسهم المكتتب فيها بالزياده، عدد اسهم مش قيمه فلوس. تمام، فيبقى نصيب المؤسسين من الاسهم المصدره هيساوي 10,000 سهم في 50% هيساوي 5,000 سهم. يبقى نصيب المؤسسين من راس المال، ادينا حطينا الطريقتين اهو، 10,000 مليون جنيه في 50% هيساوي 500,000 جنيه. طيب، هو المفروض ان احنا طرحنا الاكتتاب العام، طرحنا الاكتتاب العام 5,000 سهم،
ولكن انا جالي اكتتاب عام، جالي الاسهم المكتتب فيها 6000 سهم، فهيبقى اجمالي راس المال المكتتب فيها هيساوي 6000 في 100 هيساوي 600000 جنيه. وانا عارفه ان نصيب المكتتبين في الاسهم او نصيب المساهمين من راس مال الاسهم زي ما مديهوني هنا بيساوي 500000 جنيه. يبقى الزياده في الاكتتاب هيساوي 600000 ناقص 500000 هيساوي 100000 جنيه. تمام. دلوقتي هنبدا نعمل مع بعض المطلوب الاول اللي هو دفتر اليوميه. تمام. اول حاجه هيبقى هنعمل زي ما قلنا كل عمليه او كل معالجه محاسبيه او كل دفتر يوميه او قيد يوميه خاص في حسابات الشركات الاموال بيبقى قيدين. القيد الاول قيد بيأكد ان انت رحت البنك بنفسك ودفعت، والقيد الثاني هو قيد اصدار الاسهم، ان الشركه بتشوف عدد الفلوس اللي دخلت لها في البنك وبتصدر على اساسها الاسهم. يبقى زي ما قلنا احنا مش هنحفظ القيد، احنا هنفهم القيد ماشي ازاي. هنروح البنك، يبقى من حساب البنك مين اللي رايح البنك؟ المؤسسين رايحين يحطوا فلوس في البنك، يبقى من حساب البنك 500000 جنيه الى حساب المؤسسين 500000 جنيه. وشرح القيد هيكون اكتتاب المؤسسين في 500000 سهم، القيمة الاسمية للسهم 100 جنيه. طيب الشركة هتاخد الفلوس اللي في البنك، اللي مين اللي حاططها؟ المؤسسين، يبقى من حساب المؤسسين. هتاخدها تعمل بيها ايه؟ هتاخدها عشان تصدر بيها الاسهم، يبقى من حساب المؤسسين لحساب راس مال الاسهم 500000 جنيه. من حساب المؤسسين 500000 جنيه لحساب راس مال الاسهم اللي هو اصدار 5000 سهم، القيمه الاسميه للسهم 100 جنيه. يبقى ده قيد اليوميه الاولاني او المعالجه الاولانيه لاكتتاب المؤسسين في 5000 سهم او في نص عدد الاسهم المصدر. طيب نبدا بقى نشوف الجزء الثاني اللي ظهرت فيه عندي مشكله او ظهرت فيه عندي معالجه زياده، ان في ناس راحت اكتر من اللي انا عايزهم يدفعوا فلوس. انا هعمل برضو القيدين. القيد الاول القيد بالمبلغ الكبير اللي هو المبلغ الكلي اللي دخل البنك، اللي هو 600000 جنيه من حساب البنك، 600000 جنيه لحساب المكتتبين في الاسهم، اللي هم كل الفلوس اللي دخلت البنك هثبتها. هو البنك مش عارف الشركه المفروض تكتتب في قد ايه، فكل الفلوس اللي داخله البنك انا هثبتها اللي هي 600000 جنيه من حساب البنك، 600000 جنيه لحساب المكتتبين في الاسهم اللي هو الرقم اكبر رقم في الفلوس المكتتب فيها. وشرح القيد هيبقى الاكتتاب في 6000 سهم، القيمه الاسميه للسهم 100 جنيه. بعد كده هاخد الرقم الثاني اللي انا فعلا كنت عايزه اكتتب فيه، اللي هو ال 500 ال 5000 سهم او ال 500000 جنيه. يبقى 5000 سهم من حساب المكتتبين في الاسهم، 5000 سهم الى حساب راس مال الاسهم والاكتتاب في 5000 سهم، القيمه الاسميه للسهم 100 جنيه. الفرق ما بين اللي دخل البنك والفرق ما بين اللي الشركه اصدرته هما كام؟ هما 100000 جنيه. يبقى اذا المكتتبين ساعتها هيروحوا البنك، يبقى من حساب المكتتبين في الاسهم هيروحوا يعملوا ايه في البنك؟ يسحبوا فلوسهم، يبقى الى حساب البنك. يبقى من حساب المكتتبين في الاسهم ب 100000 جنيه الى حساب البنك 100000 جنيه. يبقى نحكي تاني القصه، الناس راحت تدفع الفلوس في البنك، يبقى من حساب البنك راح مين اللي راح؟ المكتتبين في الاسهم، يبقى من حساب البنك الى حساب المكتتبين في الاسهم. راح لي كام واحد؟ راح لي 6000 سهم، بيبقى قيمتهم قد ايه؟ احنا بنتعامل في البنك بفلوس، يبقى قيمتهم 600000 جنيه. يبقى 600000 جنيه من حساب البنك، 600000 جنيه لحساب المكتتبين في الاسهم. تمام. طيب الشركه هتصدر اسهم، هي هتصدر كام سهم؟ الشركه هتصدر 5000 سهم بس اللي هم قيمتهم 500000 جنيه. يبقى 500000 جنيه من حساب المكتتبين في الاسهم، 500000 جنيه لحساب راس مال الاسهم. المكتتبين في الاسهم كده ليهم عند البنك 100000 جنيه. يبقى المكتتبين في الاسهم، حساب المكتتبين في الاسهم هيروحوا البنك، هيروحوا ياخدوا ال 100000 جنيه. هيروحوا مين؟ هيروحوا البنك. يبقى حساب المكتتبين في الاسهم 100000 جنيه، 100000 جنيه لحساب البنك، وده رد الزياده في الاكتتاب. يبقى دي ايه؟ قيود اليوميه. زي ما قلت لك انا مش عايزاك تفهم، سوري مش عايزاك تحفظ القيد، انا عايزاك تفهم العمليه بتحصل ازاي، وانت من نفسك هتبقى عارف مين الطرف اللي هيبقى في المدين ومين الطرف اللي هيبقى في الدائن. طيب تعالوا نعمل دفتر الاستاذ اللي موجود عندي في، او دفتر الاستاذ لحساب البنك. اي حاجه قيد يوميه في كلمه بنك هشوف هو هيتحط. لو البنك مدين يبقى هقف في الجانب المدين واكتب الدائن بتاعه. يعني القيد الاولاني من حساب البنك لحساب المؤسسين، البنك هنا مدين، يبقى هقف في جانب المدين او جانب من واكتب 500000 جنيه لحساب المؤسسين. في الجنب الثاني اللي هي القيد الثاني ما فيهوش بنك، القيد الثالث فيه بنك
برضو البنك مديني، بقف في المدين واكتب 600,000 جنيه حساب المكتتبين في الاسهم. القيد الثالث ما فيهوش بنك، لكن القيد الرابع فيه بنك، والبنك في المرحله دي ظهر ايه؟ ظهر دائن. يبقى هروح في جانب الى او في جانب الدائن واكتب 100,000 جنيه من حساب المكتتبين، وبعد كده اشوف الطرف الزياده عن الثاني وهحط الباقي في رصيد الطرف الاولاني، هحط فيه الرصيد المرحل. تعالوا نشوف الدفتر الاستاذ هيتعمل ازاي. فعلا اهو القيد الاولاني كان من حساب البنك لحساب المؤسسين ب 500,000 جنيه، يبقى البنك كان مدين، فانا وقفت في الجانب من خلاص وكتبت 500,000 جنيه لحساب مؤسسين. القيد الثالث كان عندي من حساب البنك لحساب المكتتبين في الاسهم، فالبنك كان مدين، فانا هقف في الجانب المن او في الجانب المدين واكتب الطرف الثاني في القيد اليوميه 600,000 جنيه لحساب المكتتبين في الاسهم. القيد الخامس البنك كان دائن، من كان القيد من حساب المكتتبين في الاسهم لحساب البنك، فهقف في الجانب الدائن في جانب الى وهكتب الجانب المدين في القيد اللي هو 100,000 جنيه من حساب المكتتبين في الاسهم. هجمع الاثنين، الطرف المدين كان 500,000 جنيه زائد 600,000 جنيه هيبقى 1,100,000، والجانب الثاني كان مليون، كان 100,000 بس، فهيبقى هحط هرصد تحت 1,100,000. الجانب القليل ناقص له 1,000,000 عشان يبقى مساوي للجانب المدين، تمام، فهحط المليون رصيد مرحل، وكده يبقى انا عملت دفتر الاستاذ بتاعي، تمام. وده التمرين الاول. نشوف التمرين التاني بيقول لي ايه. التمرين التاني في 1/1/2019 صدر قرار بتكوين شركة مساهمة مصرية برأس مال مصرح ب 25 مليون جنيه، وقامت الشركة بإصدار 1,000 سهم القيمة 10,000 سهم، القيمة الإسمية للسهم 100 جنيه، اكتتب المؤسسين في 10% منها، وطرحت باقي الأسهم للكتاب العام، وقد تم الاكتتاب في 10,000 سهم، وقد قررت الشركة رد الزيادة للمكتتبين وإصدار الأسهم في الأول من فبراير عام 2019. المطلوب إجراء قيود اليومية لإثبات ما تقدم وتصوير دفتر الأستاذ لكل من حساب البنك، حساب المكتتبين في الأسهم، وحساب رأس مال الأسهم. تعال نقرا المساله تاني ونشوف هنستخدم ايه. اول حاجه بيقول لك في 1/1/2019 صدر قرار بتكوين شركه مساهمه مصريه براس مال مصرح ب 25 مليون. راس المال هنا كام؟ 25 مليون. انا هستخدم راس المال ده؟ لا مش هستخدمه. ليه؟ لان هو راس مال مصرح به، وانا مش هستخدم، انا بستخدم المصدر وليس المصرح به، يبقى اذا راس المال ده كانه مش موجود بالنسبه لي، خلاص. طيب قامت الشركة بإصدار 10,000 سهم، القيمة الإسمية للسهم 100 جنيه. تعالوا نشوف بقى في السلايد اللي بعدها هبدأ أشتغل إزاي. يبقى أنا كده أول حاجة رأس مال المصرح بيه كأني مش شايفاه، هو حاططهولي معلومة لكن أنا مش هتعامل بيه، لكن هتعامل من وقامت الشركة بإصدار، خلاص. تعالوا نشوف هنعملها إزاي. خلاص الشركة أصدرت 10,000 سهم، القيمة الإسمية للسهم 100 جنيه. أشوف عندي المثلث بتاعي، أنا عندي عدد الأسهم وعندي القيمة الإسمية للسهم، يبقى رئيس لي إيه؟ ناقص لي رأس مال الأسهم. رأس مال الأسهم بيساوي عدد الأسهم المصدرة في القيمة الإسمية للسهم، يبقى هيساوي 10,000 سهم في 100 جنيه، هيساوي 1,000,000 جنيه. يبقى الشركة أصدرت 10,000 سهم، رأس المال المصدر 1,000,000 جنيه، يبقى أنا هتعامل بالإيه؟ بال1,000,000 جنيه، خلاص. طيب قال لك إن المؤسسين هيكتتبوا في 10% من الأسهم، يبقى نصيب المؤسسين من رأس المال هيساوي 1,000,000 في 10%، عشان أعرف هما فاضل هياخدوا كام سهم أو هياخدوا قد إيه فلوس. هياخدوا 100,000 جنيه اللي هو مفروض 100,000 جنيه عندي اللي هما 1,000 سهم، خلاص. برضو لو ضربت 10,000 سهم في 10% هيديني 1,000 سهم. طيب نصيب المكتتبين من الأسهم في رأس المال بقى يبقى 1,000,000 ناقص 100,000 هيساوي كام؟ 900,000 جنيه. طيب نيجي بعد كده هنشوف بقى اجمالي راس المال مكتتب فيه، انا مفروض يتكتبوا لي في كام؟ في 9,000 سهم. انا فوجئت ان هم كتبوا لي في 10,000 سهم، يبقى انا الرقم اللي دخل لي البنك كله كام؟ انا كنت عايز ادخل البنك بس من المكتتبين في الاسهم 900,000 جنيه، دخل لي 1,000,000 جنيه، خلاص. يبقى زياده في الاكتتاب هيساوي كام؟ هيساوي 1,000,000 الرقم الكبير دخل البنك ناقص 900 اللي انا المفروض كنت عايزهم، يبقى انا المفروض ارد للمساهمين، المساهمين كام؟ هرد لهم 1,000,000، سوري هرد لهم 100,000 جنيه، تمام. طيب نشوف بقى قيود اليوميه تعمل ازاي. قيود اليوميه او دفتر اليوميه عندي 100,000 جنيه من حساب البنك
المؤسسين راحوا البنك يدفعوا الفلوس، يبقى 100,000 جنيه من حساب البنك، 100,000 جنيه حساب المؤسسين، هيبقى القيد شرح القيد كتاب المؤسسين في 1,000 سهم، القيمة الإسمية للسهم 100 جنيه. بعد كده الشركة هتصدر الأسهم، الفلوس اللي جاية لهم اللي هيصدروا بيها الـ1,000 سهم جاية من مين؟ جاية من المؤسسين، يبقى من حساب المؤسسين هيعملوا بيها ايه؟ هيصدروا أسهم وهيدفعوا رأس المال، يبقى حساب رأس مال الأسهم، يبقى 100,000 جنيه من حساب المؤسسين، 100,000 جنيه إلى حساب رأس مال الأسهم اللي هي إصدار 1,000 سهم، القيمة الإسمية للسهم 100 جنيه. خلاص كده؟ طيب ده كده احنا خلصنا المؤسسين، تعال ندخل بقى للمكتتبين. انا عندي المكتتبين فيها كام رقم؟ 3 ارقام، 1,000,000 جنيه الرقم اللي دخل البنك، و 900,000 جنيه الرقم اللي كان مفروض يتم الاكتتاب فيه، انا مش عايزه اكتر من كده، و 100,000 جنيه الرقم اللي هو زياده عن اللي انا محتاجه. خلاص يبقى نبدا اول حاجه، الثلاث ارقام دول كل رقم من دول ليه قيد. اول حاجه الفلوس هتدخل البنك كلها، يبقى 1,000,000 جنيه من حساب البنك، مين اللي ودى الفلوس دي؟ المكتتبين في الأسهم، يبقى 1,000,000 جنيه من حساب البنك، 1,000,000 جنيه إلى حساب المكتتبين في الأسهم، ده الاكتتاب في 10,000 سهم، القيمة الإسمية للسهم 100 جنيه. طيب أنا كشركة هصدر كام سهم؟ هصدر 9,000 سهم بس، قيمتهم الفلوس قد إيه؟ 900,000 جنيه، يبقى هصدر هعمل القيد التاني بالرقم السوق الأصغر اللي هو 900,000 جنيه من حساب المكتتبين في الأسهم، 900,000 جنيه لحساب رأس مال الأسهم، هيبقى الاكتتاب في 9,000 سهم، القيمة الإسمية للسهم 100 جنيه. ثالث قيد عندي المبلغ اللي فاضل بقى اللي انا هرجعه، اللي هم 100,000 جنيه، الفرق ما بين الفلوس اللي دخلت البنك والفلوس اللي اصدرت عليها الشركه الاسهم اللي هو 100,000 جنيه، يبقى 100,000 جنيه من حساب المكتبين في الاسهم الى حساب البنك اللي هو رد الزياده. المكتبين في الاسهم هيروحوا البنك يسحبوا فلوسهم، يبقى البنك هيقل، يبقى البنك ينزل دائن، والمكتبين في الاسهم يطلعوا ايه؟ مدين. خلاص تمام، ده اللي هو قيد اليوميه بتاعي او دفتر اليوميه. تعالوا نشوف بقى حسابات الاستاذ اللي هو طالبها مني. اول حاجه هو طالب حساب البنك، حساب البنك عندي القيد الاولاني كان 100,000 جنيه من حساب البنك، 100,000 جنيه لحساب المؤسسين، يبقى البنك كان في مدين فهقف في المدين واكتب الدائن بتاعه اللي هو 100,000 جنيه الى حساب المؤسسين. القيد الثالث كان ظاهر فيه البنك برضو اللي هو من حساب البنك بمليون الى حساب مكتبين في الاسهم، يبقى البنك برضو كان هنا عندي مدين فهقف في المدين واكتب الجانب الدائن، او كان في من وقف واكتب الى، يبقى 1,000,000 الى حساب المكتبين في الاسهم. القيد الخامس البنك هنا عندي كان دائن ب 100,000 جنيه، يبقى هقف في الى واكتب المدين بتاعه اللي هو من بتاعه اللي هو 100,000 جنيه من حساب المكتبين في الاسهم. هجمع الطرفين، يبقى الطرف المدين اللي هو طرف من 100,000 جنيه زائد 1,000,000 هيبقى 1,100,000، والطرف التاني هيبقى 100,000 جنيه، فانا الرقم الكبير هو اللي هرصده تحت 100,100,000 و1,100,000، وهقف واشوف 1,100,000 ناقص 100,000 اللي هو حساب المكتبين في الاسهم هيبقى 1,000,000، وده هيبقى رصيد ايه؟ مرحل. تمام. طيب تعالوا نشوف بقى المكتتبين في الاسهم. انا عندي مكتتبين في الاسهم ظهروا في القيد الثالث دائن، هيبقى كان القيد من حساب البنك لحساب المكتبين في الاسهم بكام؟ ب1,000,000، فيبقى هقف في الى وهكتب 1,000,000 من حساب البنك. ظهر في القيد الرابع عندي من حساب المكتبين في الاسهم الى حساب راس مال الاسهم بكام؟ ب900,000 جنيه، يبقى هنا المكتبين في الاسهم كانت مدين فهقف في من 900,000 جنيه الى حساب راس مال الاسهم. بعد كده القيد الخامس ظهر في المكتبين في الاسهم مدين من حساب المكتبين في الأسهم 100,000 جنيه إلى حساب البنك ب100,000 جنيه، يبقى عندي هنا المكتبين في الأسهم كانت مدين والدائن بتاعها كان إلى حساب البنك، يبقى هكتب إلى حساب البنك في الجانب من 100,000 جنيه لحساب البنك. لو جمعت الطرفين هلاقيهم متساويين، يبقى 1,000,000 و1,000,000، ومفيش عندي هنا رصيد مرحل. طيب تعال نشوف إلى حساب رأس مال الأسهم، وده القيد أو دفتر الأستاذ الثالث اللي طالبه مني. رأس مال الأسهم ظهر في القيد الثاني ب 100,000 جنيه من حساب المؤسسين، 100,000 جنيه لحساب رأس مال الأسهم، يبقى رأس مال الأسهم كان دائن فهقف إلى وهكتب 100,000 جنيه من حساب المؤسسين. خلاص. طيب بعد كده بحساب رأس المال ظهر تاني في القيد الرابع اللي هو من حساب المكتتبين في الأسهم إلى حساب رأس مال الأسهم ب900,000 جنيه، فيبقى هقف برضو في الدائن لأن رأس مال الأسهم كان دائن واكتب المدين بتاعه 900,000 جنيه من حساب المكتتبين في الأسهم. لو جمعنا الطرفين هلاقي الطرف اللي هو الدائن ب1,000,000 والطرف التاني المدين مفهوش حاجة، فهرصد ب1,000,000 واكتب رصيد مرحل في الطرف الفاضي 1,000,000 رصيد مرحل. تمام كده، يبقى احنا عملنا دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ومفهوش أي مشكلة.
طيب نشوف بقى اللي جاي معانا هيكون ايه. دي المسألة، ده ملخص العام النظري اللي هو أسئلة صح وغلط، هتلاقوها موجودة في الكتاب، الإجابات في الكتاب، وده يعتبر زي assignment انتوا هتعملوه، وبعد كده في المراجعة النهائية إن شاء الله هنبقى نحلهم مع بعض. تمام؟ ما بالظبط 18 سؤال هنحلهم صح وغلط موجودين في الكتاب. وبكده تكون المحاضرة انتهت. تمام؟ دي كده كانت محاضرة مراجعنا الكلام اللي احنا قلناه كله من أول الترم، ومن بداية من المحاضرة الجاية هنبدأ نتكلم عن الاكتتاب في الأقساط وتأخير الاكتتاب في الأقساط. هتبقى المحاضرة الجاية إن شاء الله هنشوف ايه هي احنا الأول كل ده كنا بناخد اكتتاب على دفعة واحدة، دلوقتي هناخد اكتتاب في أقساط من بداية من المحاضرة الجاية. شكراً.